وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الدكتور عبد المنان الدبعي. نرحب بالضيف، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بقناة بلقيس. الله يحييك. اليوم بنتكلم كثير في مواضيع كثيرة، لكن نبدأ بالسؤال. أول شيء عرفنا بك وبمسيرتك العلمية. أنا عبد المنان فتح نعم الدبعي، أكملت المختبرات الطبية في كلية الطب في العام 1995، وأشتغلت في مستشفى السبعين لفترة 8 سنوات تقريبا. لمست الكثير من أمراض الأطفال والتشوهات الموجودة أمامي التي كانت تمر. حبيت أن أكمل دراستي حقيقة في مجال التشوهات الأجنة، أو ما هي أسباب هذه التشوهات التي أراها أسبوعيا يوميا تقريبا. فأقمت أيضا دراسة ماجستير في كلية العين في قسم السموم، وخاصة السموم العلاجية في السمومات، مجال جديد تقريبا في اليمن أو يكاد يعدم تقريبا، لأنه لا يوجد عندنا مركز للسموم أو لمتابعة الحالات أو حتى للتوعية في حضارة السموم. بعد ذلك عدت الهند وعملت حاضرا جامعة خاصة، في جامعة تمار تعاقدت لمدة 2 سنوات تقريبا في تدريس علم السموم لقسم اختبارات الصيدلة. أكملت فترة وأيضا أكملت دراسة الدكتوراة في نفس المجال أيضا في علم السموم في تشوهات الأجنة، ونشرت الآن تقريبا في بيرين علميين في أي رانك محكمة أيضا في مجال. طيب بنرجع لهذا كله الآن في مسيرتك العلمية الحافلة، أكيد واجهت معوقات، إيش هي المعوقات التي واجهتك وكيف واجهتها أو كيف تخطيتها؟ طبعا نعم، أي واحد يريد أن يكمل تعليمه يحصل معوقات، هي كيفية توفير منحة دراسية، كيفية أنك تقدر أن تفي مع أهلك مثلا داخل اليمن، هذه كلها تأخذها بالحسبان. كنت بصراحة أنا عملت 8 سنوات وفي هذه الفترة أتابع أن أحصل على منحة وأوفر أيضا لأهلي، ونفس الكلام أيضا بعد الماجستير عملت لي فترة والحمد لله توفقت كثير جدا. أهلي معي، زوجتي تساعدنا وهكذا. جميل، خليكم لبعض. طيب كما فهمت أنك قدمت أول دراسة للدكتوراه في الوطن العربي بخصوص تأثير العلاج التقليدي على الجنين والأم الحامل، أعطينا نبذة عن هذه الدراسة. صحيح، قلت لك كان المبدأ أن أنا لاحظت كثير من التشوهات في مستشفى السبعين تصنع، وكنت دائما أتساءل أنا ما أسباب، يعني إيش أسباب التشوهات هذه الحاصلة. بدأت أبحث في هذا المجال، طبعا المجال هذا مجال واسع حقيقة، لكن إحنا لا نوليه اهتمام، قد يكون ليس من برامج الصحة الأولية، لكن عمليا تقريبا علميا تقريبا 9 مليون إصابة موجودة في العالم تشوهات للأجنة. تصوري هذا الرقم، أيضا يحتاج إلى رعاية صحية، يحتاج إلى ريهابليتيشن معينة لهذا المعاقين، يحتاج أيضا إلى رعاية خاصة بالطبع، لأن أغلب التشوهات مثلا تكون تشوهات عقلية، تشوهات جسدية، تشوهات كان أقرب تخصص في دراسة السموم، لأن السموم هي أو العلاجات أو العلاجات التقليدية أحد أسباب هذه التشوهات في الأجنة. طب أنت ركزت على هذا الموضوع في الماجستير والدكتوراه، إيش أهمية الدراسة هذه بالنسبة لليمن؟ أيوة، أهميتي أول شيء إحنا في اليمن حقيقة أول ما رجعت من الماجستير كنت أسعى لتكوين أول مركز للسموم في اليمن. عملت مسح كل الدول موجودة، السعودية موجود معها مركز للسموم، عمان موجودة، السودان موجودة، مصر موجودة، إلا اليمن ما عدا اليمن.
لا عاد اليمن لا يوجد معنا اي مركز سموم ولا حتى للتدقيق الصحي ولا في اي اهتمام. حقيقة كنت طرحت الفكرة على الأخ الدكتور سعيد الشيباني، البروفيسور سعيد الشيباني، وأستاذ الدكتور أيضا محمود عقيلي، وتفاعلوا معي بدأت البدايات، لكن حقيقة دخولنا في الحرب أفسد علينا كل شيء. طيب كيف تتوقع كان ممكن ينعكس هذا المركز على الأم والطفل؟ أيوة، هذا المركز بكثير من العالم يقدم خدمة أولاً لمعالجة السموم عند التلف طوارئ للسموم استشفاء الفف الصراف، التدقيق الصحي للأمهات ما هو جميل. أيضاً هذا تدخل من مواد مدى سمية عندنا نحن الآن أو في الوطن العربي لا يوجد حين مرأة بالنسبة للمبيدات المسرطنة، بالنسبة للمبيدات تدور العالم كله يرفضها ما عاد الدول النامية يستقبلوها معرفة يستقبلوها وبالتالي تجيب الكوارث السرطان التشوهات الاستغلال هذه كانت احد ايضا المشاكل. طيب هذا بالنسبه لاهميه الدراسه في اليمن، لكن اهميه الدراسه في الوطن العربي والعالم ككل. احنا نساهم اي دراسات هذه تقدم للباحث او للباحثين المعرفه جديده سواء لمركبات معينه جديده لنبته مثلا نباتات معينه كانت تستخدم بحيث انها تمنع استخدامه او تقام دراسه اخرى حتى ان لا تؤخذ اثناء الحمل مثلها مثل اي علاج يكون منافعه ولو مضره، لكن في العلاجات التقليديه لا يوجد دراسات ان هذه ضاره. الجميع يعتقد ان نشر الطبيعي، لكن كلمه الطبيعي ليست معناته امنه. لا، قد تكون بحالة كويسة في حالة مثلا ما فيش حمل، لكن تاخذي اثناء حمل تسبب للجنين مشكلة. جميل. هذه العلاجات التقليدية او النباتات الطبية كمان اللي تباع، تباع في الصيدليات. تباع عند عطارة، تباع عند دكاكين، تباع عند مهنيين. بل فهم والله شوف حاجة فلان تاخذ من هناك، تشتري من هناك. وبالتالي الناس تاخذها على اساس انها طبيعي. طبيعي. وينسوا انه وضع الام الحامل والجنين استثنائي. استثنائي جدا فعلا بالنسبه للام وبالنسبه للجنين. طيب دكتور منان، انت تكلمت عن مجلات نشرت، مجلات علميه نشرت نتائج دراساتك. ما هي هذه المجلات وما هو تصنيفها الدولي؟ نعم. انا نشرت في مجله عمرها 120 سنه تقريبا في النشر. اسمها؟ اللي هي إثنوفارماكولوجي. إثنوفارماكولوجي. ونشرت ايضا في مجله في نيذرلاند ايضا في اسمها بيولوجيكال انتراكشن، ايضا من المجلات العالميه. طيب ايش يعني نشر هذه المجلات لنتائج دراستك ومعنى هذه التصنيفات؟ هذه التصنيفات طبعا من الصعوبه انه تحصل عليها بسهوله، لا الا تحت ستاندر معين. توفر هذه الدراسات للباحثين كما قلت لك، توفر للمجال الطبي الكثير من التعاون خاصة في مجال البحث العلمي. بعد نشري مثلا أنا تلقيت 4 دعوات عالمية، لكن حقيقة لا أستطيع أحيانا أذهب. تلقيت دعوة إلى إيطاليا لمشاركة في كونفرنس علمي. أيوة. تلقيت إلى أوسلو في النرويج، تلقيت في إسبانيا حتى أشارك بهذه الكونفرنسات، لكن تعرف أنت صعوبات أن واحد ينتقل. طيب. لكن إن شاء الله أنا معد كونفرنس داخل ماليزيا إن شاء الله مشاركة أيضا للعب. معوض إن شاء الله بالمشاركات الخارجية. طيب أنت الآن مقيم في ماليزيا. طيب كطبيب يمني، إيش الخدمات الطبية اللي تقدمها لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا؟ طبعا احنا بصراحه داخل سوسايتي يعتبر هذا السوسايتي شعبي او للناس اللاجئين او للناس التعبانين حقيقه. فعلا اي لمس حاجه في اسكافيلا بدت اسمه اسكافيلا، ومعروف حتى تكلم اي سائق انت رايح هناك يقول لك عند اللاجئين اليمنيين او العرب، معروف حقيقه. التامين الصحي داخل ماليزيا عالي ولا تستطيع بتكلفة كثيرة. لمس حاجة الناس حقيقة داخل هذا المجمع الكبير، تقريبا
14 دور وساكنين اغلبيته حتى من ايام النازحين من عدن نزحوا لهذا المكان. لمستوا حاجتهم حقيقه، حاولنا نساعدهم قدر الامكان، نتكلم مع الاطباء نترجم معاهم. جميل. الاسعافات الاوليه نحاول نعطيها، ايوه السعال حق الاسهالات حق الشغال. احيانا ما يقدر يستطيع فانت تروح تشتري ايضا تروح شراء العلاقات، لكن اقمنا علاقات الاليات انه يعرفنا انك مثلا تشتغل في او انك تحضر دراسه فيسمح انك تاخذ بعض الحق حتى انك تساعد الاخرين. رائع، من منبرنا هذا نشكركم جزيل الشكر على هذا الشيء. طيب بعيدا عن الطب شويه، سمعنا انك تكتب اشعار، كيف علاقة الدكتور منان بالشعر وكيف جمع بين الشعر والطب؟ حقيقة أنا قارئ كثير وأحب القراءة، كان عندنا كشك صحف ومجلات طبعا في أيام الثانوية العامة. حقيقة هذا أعطانا حب للكتاب، حب للقراءة، للأدب، للشعر، للإذاعة أيضا. فأيضا عندي كنت اقدم دائما في هنا في اتحاد الطلاب اليمن مثلا عندنا في الجامعه، انا المقدم كمان لبعض الفعاليات. جميل. طيب ايش رايك في المدرسه ايضا؟ ايش رايك تلقي علينا واحده من اشعارك اللي تكتبها؟ هذه مش من اشعاري حقيقه لكن مناسبه للوضع في اليمن حقيقه، هي للشاعر فاروق بويده. يعجبني كثير هذا الشاعر حقيقه، لكن تحكي وضع اي والله تحكي وضع جميل لليمن. كنت افضل طبعا من 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 احداث اليمن. كنت افضل نسمع مما صحيح. تكتبه، لكن تفضل مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لكن يقول الاخ فاروق الشاعر الكبير فاروق بويده: ما دام يحكمنا الجنون سنرى كلاب الصيد تلتهم الاجنه في البطون، سنرى حقول القمح ألغاما ونور الصبح نارا في العيون، سنرى الصغار على المشانق في صلاة الفجر كهفا تصلبون، ونرى على رأس الزمان عويل خنزير قبيح الوجه يقتحم المساجد والمدارس والقصور، وحين يحكمنا الجنون لا زهرة بيضاء تشرق فوق أشياء القصور، لا فرحة في عين طفل نام في صدر حنون، لا دين لا إيمان لا حق ولا عرض مصير، وتهون أقدار الشعوب وكل شيء قد يفتون ما دام يحكمنا الجنون. إحنا فعلا يحكمنا الجنون فعلا في عصر مجنون. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المنان الدبعي، نتمنى لك كل التوفيق. وأنا أشكرك كمان على الاستضافة وأشكر قناة السعيد قناة بلقيس أيضا إنها أعطت مدى للشباب وللكادر المؤهل وفي طلائي كثير أروع أفضل أيضا حقيقة، أحب أن تبحثي عنهم مثل ما بحثتي عني وتستضيفهم حقيقة. قناة بلقيس تشكرك وسنبحث عن أصدقائك أيضا، شكرا لك.